جاء حزب وقال لك ودي انا طرف من الحل. لا، الحزب العداله والتنميه ماشي هو الحل للازمه، جابتو الازمه، الازمه هو اللي خلق البيش دي، ماشي الحزب العداله والتنميه هو اللي خلق الازمه او لا هو اللي غادي يحل الازمه. جابتو الازمه لان كان منظم، لان كان عنده اسلوب ديال التقارب مع المواطن المغربي اللي جعلته بالمشاركه الضعيفه اللي عرفنا في الانتخابات الشرعيه الماضيه انه يحصل على اكثر عدد ديال الاصوات في اطار انتخابات عرفت اقل مشاركه. كي ماشي معناه انه الشعب كان ينتظر الحلول اللي كان كيعطيها العداله والتنميه. اولا العداله والتنميه كباقي الاحزاب السياسيه اللي كيمكنها تجيب اصوات في الانتخابات، ما كندوش الاحزاب اللي عندهم افكار، داك اللي يقدروا يجيبوا افكار، مستغله الدين، مستغله البطاله، مستغله الجهل، مستغله الطمع ديال المحتاجين، مستغله الازمه المغربيه، وخلق واحد الخيط ديال الجمعوي اللي كيصدى وكيعاون شيء جميل جدا، ولكن ماشي هي السياسه. جميل جدا في المجتمع المدني ان يكون هناك مجموعات ديال الجمعيات كيتعاطفوا مع المحتاجين وكيساعدوهم، ولكن هذا ماشي هي السياسه. السياسه هو انه ما يكونش عندك المحتاجين في البلاد. المانيا واحد النهار كان عقل هذه 30 عام كانت صرحت بان لا يوجد فقيرا عندها، وبالتالي الانسانيه كلها المساعده الانسانيه ترفعت، لان ما بقاو كيصيبوا واحد من يعطيو المساعده الانسانيه لان ما بقاوش الناس المحتاجين. هذيك هي السياسه. السياسه هو تخرج من الاحتياج والتضامن الانساني والاحتياج بمفهومه الحقير انه كتصدق على الاخر باش يكون الجميع منتج والجميع كريم والجميع كرامته. اللي كيطلب منك هو يستافد من المعلومه، يستافد من الخبره، يستافد من المعرفه، يستافد من 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 الصناعه ديالك، من التكوين ديالك، ماشي يستافد من العاطفه ديالك طمعا في الله سبحانه وتعالى عن طريق الصدقه. هذيك ماشي سياسه. اذا كانت هذه السياسه فالمغرب ننتظروا يمشي للقرون الوسطى في العقود المقبله. اذا كانت السياسه سياسه وما خصنا الناس اللي ما يكونوش محتاجين يمدوا يديهم وحصلت لهم كرامتهم، والكرامه كتبدا اولا بالحياه الماديه المتوسطه، ولكن اللي كتحفظ الكرامه وكتطلع كتحسك بان انت رجل منتج، باش تكون الامور واضحه. هذا علاش انا ولكن في هذه التركيبه هذه وفي هذا الاسلوب ما تستطيعش الحكومه الحاليه تحل مشكلتها.